ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. حياك الله، تفضل. شو الموضوع الطرحي؟ مين معايا الاول؟ محمد من العراق، الشيخ طالب حوزة. محمد طالب حوزة. نعم بنتكلم عن قصر الدلع يا محمد. ايش بيها كسر الضلع؟ جبنا السيدة فاطمة، قالت والله هكشف شعري ايه وهشق جيبي لو ما سبتوش ابن عمي. المصدر الموقع، خلينا اطلع الرواية. ايه، هسمعها لك. لا لا لا، اطلعها اسأل خلينا اطلع. السرقلقي ابن المتعة ياسر الخسيس. اهو، ما اعترف بياسر، منحرف. طيب، انت بتؤمن اصلا بعقيدة كسر الدلع؟ شنو؟ انت بتؤمن بكسر دلع الزهراء؟ انكسر اكيد، يا من بهاي الرواية. فين الرواية؟ اقراها انا مين اللي كسره؟ ها؟ مين اللي كسر دلعهم؟ احنا بالعقيدة الشيعية؟ العقيدة الشيعية؟ كان فين الامام علي بن ايه عمر عمر كسر دلعهم؟ موجود، الامام علي، وعنده وصية من النبي وشاله الوصية ودقه ايه؟ بالكعب. من هيكسروا دلع عقيدة الشيعية زوجتك كانت سيبهم؟ وصية من الرسول، ونعرف احنا مشيئة اللهم. طيب، وصية النبي قال له هيكسروا دول عايزوك تكسبه. طب النبي وصى على الزهراء؟ بس دقيقة، هم مشيئة الله، يعني هم اللي جاي يسوونه من الأصل. احنا عندنا بالعقيدة الشيعية تمثيل، باعتبار تمثيل، على مود يعلمون العالم. هم نور يعني السيدة زهراء كانت بتمثل. جاي احكي بالشيعة، هو تمثيل، كله عبارة عن تمثيل تعليمي. هم نور، هم مو بحاجة لهذا الشيء، لا حاجة يعني لأي. الإمام علي كان موجود بس كان بيمثل، وهو السيدة الزهراء كانت بتمثل ان هي كسر دلعها والدم اللي نزل. بس دقيقة، اعطينا مجال. اتفضل. وصية الرسول، هاي وصية الرسول. احنا الله، بالعقيدة الشيعية، انت قارئ العقيدة الشيعية لا يا مطلع عم، عليها. انا اؤمن انه هم نور، هم معصومين، ما محتاجين لهاي الاشياء الدنيوية. طب محسن كان نور هو كمان اما سقط؟ محسن كان نور؟ المحسن، كان نور هو كمان؟ ما مذكور من المعصومين، ما مذكور من المعصومين، عنده يعني 12 طب ازاي امام. هي كانت نور واللي في بطنها كان ايه؟ يعني محسن ده كان ضلمه؟ ايه يعني لما نزل؟ خلاص، حاله حال الامام العباس، اسمه صغيره مش نور. يعني كان معصوم حته صغنونه كده، يعني حته صغيره. طب الامام علي ما جروه للبيعه كالجمل المغشوش وقاده قهرا كالجمل المغشوش، كان برضو نور؟ النور اللي كان. اعطيني مجال، اعطيني مجال. اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل شيخ محمد. النقاش علمي. ما هو علمي علم، معلش بس انا بستفسر ساعات بيقلب ادبي، خلينا في العلم، اتفضل. انت بالعقيده الشيعيه، انت عندك اشكال على العقيده الشيعيه؟ تثبت حكي غلط من لا العقيده طبعا، الشيعيه. اعوذ بالله، عندي اشكال على كده شيء؟ لا، انا بتكلم بس عن كسر الدلع. بيني كان ازاي انوار كسر وبيمثل. الضلع، ايش بيه كسر الضلع؟ انا ايش عايز بيه اعرف كسر ازاي كانوا الضلع؟ انوار وبيمثلوا تمثيل ازاي. على مود تفرق احنا الشيعه وانتم السنه، من الحق من الباطل، اللي يتبع علي واللي يتبع عمر. وبعدين بقى ايه اللي حصل؟ احكي لي عملوا ايه؟ احكي لي القصة كده، عملوا ايه؟ القصة احكي لك اياها، الفائدة من عندها شنو؟ يعني اشتريت يعني احنا قاعدين بالليلة، هو توفي الليلة، يعني كمان شوية هنتسحر، يعني ما يعني حاجة عادية، احنا ما بنتفرجش على ألف ليلة وليلة، بنتفرج على أفلام وبتاع. فأنت احكي لنا، إن الناس يعني التشويق كده لينا، احكي لنا. القصة؟ نعم، القصة. القصة واضحة، الكل يعرفها. طب ما انا ما قلت لك دلوقتي، وجبت لك بيع حاجات قلت لي أو لا جاي أو اعطيني المصدر، فاحكي لنا القصة الصحيحة. أطلع لك المصدر؟ لا، طب ليه السيدة زهراء نادت على فضة ولم تنادي على الإمام علي؟ يا روى أنت جاي تحكي. يا فضة إليك فخذيني، وإلى جنبك فسنديني، فقد وربي أسقط جنيني. مصدر، خلاص طلع الرواية اللي جاي تحكي بيها، مو هي تروي يا عم أكثر. خلاص، ما أنت مش عايز تحكي لنا القصة، وكل ما هجيب لك رواية تقول لي هي وين الرواية؟ تعالى نقعد نطلع في مصادر يا عم، بالله عليك. يعني الصراحة طلعت تمثيلية، أنا ما كنتش أعرف. طب ما أنتوا بيمثلوها الآن، بالله عليك، أنت مقتنع بالكلام ده يا أحمد؟ أنتوا بتدرسوا في الحوزة إن هي تمثيلية؟ دقيقة، أوقف.
انت مقتنع بدورانك على الكعبه؟ شنو معناته جاي تسوون التوم؟ انا بطوف حوالين الكعبه كما امرني النبي صلى الله عليه وسلم، وكما امرني الله تبارك وتعالى، وليتطوفوا بالبيت العتيق. لكن دي مالها ومال اللي انت بتهببه ده؟ قصه، ده هم انوار اصلا مش موجودين وكانوا جم بيمثلوا. هو انتوا بتدرسوا الجنان ده بتجيبوه منين يا احمد بالله عليك؟ هو في شيء عقل هيصدق هذا الجنان اللي انتوا بتجيبوه؟ عشان كده دراستكم كلها فلسفه ومنطق وبعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. وشوف لما بيجي يرمي عليا شبهه بيرميها على الكعبه، على ما يعتقدوا به المسلمين، يريدون يعملوا خلل في عقائد المسلمين. انا يا احمد بالله عليك، انت اصلا لو نظرت في القران الكريم لن تجد اي عقيده من اللي انتوا بتعتقدوا بيها، فهي كلها تمثيل في تمثيل. والامامه دي اصلا هي تمثيل هي كمان على فكره. تعرف ان الامامه تمثيل؟ ايه؟ عقيده الامامه دي تمثيل. لا حبيبي اصبر، انت فاهم شنو قصدي بالتمثيل؟ لا، ما الامام اصلا نور، ما في اصلا، هي ما في عقيده امامه في القران. عندك دليل على الامامه في القران؟ الروايات على اهل البيت ان هم نور، هم معصومين، هاي الاشياء كلها ما يحتاجوها. ازاي نور وربنا قال عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قل انما انا بشر مثلكم؟ فالنبي بشر مثلنا، يعني بشر ما خلقش من بس نور. بس دقيقة مرة خصتك، خلينا نحكي. ليش أنت ماخذ المايك 24 ساعة؟ يا عم احكي. لا 24 ساعة، 23 وأنت ليك ساعة، تفضل. أنت ايه انت هسه من قرأت لهاي الآية حلو؟ تفسيرها منين جبته ومن يفسرها؟ المعصوم الهربان يا عم. الآية واضحة، هي محتاجة قل إنما أنا بشر مثلكم. إن أنا بشر أهو، محتاج أنا أفسر نفسي بقى وكده؟ بشر مثلنا، لكن ما يزال الله بالله. واحد أنت بحاجيك تاخذ العالم بحاجيك، جاي نتناقش بعقيدتي. هاي الرواية من الآية من يفسرها؟ مين المعصوم؟ اكيد احنا عندنا المعصوم يفسرها. هل تفسير المعصوم قد كفر بعقيدتي؟ لا تطول عليه بعقيدتي. طيب استنى، اللي فسر القران من عنده كفر. طيب انت عندك تفسير الامثل، المعصوم هربان اصلا، مين فسر القران؟ هات لي تفسير واحد لامام من ائمتك. اعطيني الايه احكي لي اياها. لا، هات لي تفسير واحد لامام من ائمتك، تفسير جمع للقران من الامام من ائمتك. جامع للقرآن، البرهان، عندنا البرهان جامع لك روايات كل الآيات موجودة بي. أنت تؤمن بتفسير البرهان؟ البرهان إيه، نأخذ بعض ونترك بعض. نأخذ بعض قول لي بتترك إيه منه؟ شفت دينكم الضعيف الهش؟ عشان تعرف إن هقوم أجيب لك كتاب تفسير البرهان وهبين لك تحريف القرآن منه، وبين لك هقرأ لك رواية فيها طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجلد الثاني في البرهان في تفسير سورة المائدة، عشان تعرف إن أنا هقوم أدعس لك هذا ما الطعنات اللي في تفسير البرهان، فتقول لي نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض ونترك بعض. ما انتوا عشان كده الامام ما فسر لكمش القران، دينكم كله دين هوى، نؤمن ببعض ونترك ببعض، اللي يعجبنا نؤمن به، اللي ما يعجبناش نتركه. اعوذ بالله، اي دين هذا؟ اعطيني مجال احكي. احكي. احنا كنا نحكي بسالفة الرواية مال كسر الضلع، وين وديتنا للقرآن؟ ما انت اللي رحت لتفسير البرهان، وانت قلت لي لا كل واحد يفسر القرآن. مو انا قلت لك جاي اشرح لك، جاي اسمع، جاي اشرح لك الرواية من عقيدتي. انت عندك اشكال على عقيدتي، خلي اشكال واضح على مود اذا ثبت اطشر العقيدة كلها. ليش تظل تطفر وما مفتهمين شنو السالفة؟ طيب تفضل. احنا كنا نحكي بالمال كسر الضلع، ايش عندك اشكال عليها؟ اشكالي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يامر بالفحشاء، علي رجل يدافع عن زوجته لا يتركها تضرب وتصفع وتعصر بين الباب والحائط، كان عليه ان يدافع عنها. النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يامره بالسكوت على ذلك، لماذا سكت؟ احكي لنا انت ايه ايمانك بهذه القصه الواهيه الباطله؟ تفضل. ايماني بهاي القصة على مود انه هم اغتصبوا اصل عمر وابو بكر. اغتصبوا ايش؟ اغتصبوا الخلافة. هو انتوا كل حاجة عندكم اغتصاب اغتصاب كده، وانتوا ليه بتفكروا في الكلام؟ الامام علي. وبعدين وبعد ما اغتصبوا الخلافة من الامام علي ايه اللي حصل؟ كمل. ما بايعهم وراحوا للبيت دفعوا، وكانت وصية الرسول انه ما يمدد عليهم، لان اذا قتلهم راح تنتهي الفتنة وما راح نعرف. طب عمر كان يعلم ان النبي وصى علي؟ اكيد. ايه، يبقى اذا مش وصية، يعني النبي وصى علي امام الجميع؟ لا لا، النبي يعرف انه هو راح يقتلونه وراح ياخذونه. لا شفت، لا لا لا، وتراجعت. هل
عمر رضي الله عنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى علي ألا يدافع عن الزهراء؟ عقلي اول شيء دقيقه، عقلي مو موسوع، احتمال الفظ في شيء غلط واتراجع عنه، افتهم هذا الشيء. ما يبقى تلزمني طيب النبي بكلام وصاه، انا تراجعت عنه، النبي مالك حق. وصاه يا طالب الحوزة؟ النبي وصى علي، باعتقادنا وصى علي انه طب ما عمر كان يعلم بهذه الوصية؟ ها؟ ها؟ عمر كان يعلم بهذه الوصية؟ ما اعرف والله. انت من شوية كنت بتقول اه وشوية بتقول ما اعرف. طب اسأل مين؟ يمكن انت طالب الحوزة وما تعرفش. اسأل عوام الشيعة ولا اسأل مين؟ شفت البطلان كله. طيب عمر اما عمل اما علي فعل كي اما عمر راح البيت عند علي كان سامع كل شيء تخيل صح؟ النبي بس امر، دقيقة، اسمعني بقى عشان اوضح لك بقى سؤالي، اسمعني عشان اوضح لك سؤالي. عمر علي لم يدافع عن فاطمة، طب هل النبي امر الحسن ما والحسين جاوب، الا يدافعا عن امهما الزهراء؟ ما عيد، هل امر النبي صلى الله عليه واله وسلم الحسنين الا يدافعا عن امهما الزهراء؟ الحسنين كانوا بهاي النانا صغار. ما انا عارف، وهنا سقطت عشان اعرفك مش عارفين اي حاجه، لا طلبه حوزه ولا مراجع ولا وكلاء. الامام صاحب الولايه التكوينيه منذ الصغر، فعنده الولايه التكوينيه منذ الصغر، فيتحكم في جميع ذرات الكون. يعني بعقلك دقيقة، يخالف الولاية التكوينية، أبوه ما يخالفها، هو يخالفها ما هو على النبي امر بقى علي يسكت، ما امرش الحسن والحسين، هما ائمه معصومين منذ الصغر. مهي. أوكي وياك، قلت له لازم أمر، قلت له بالولاية التكوينية شنو الفائدة؟ الفتنة ما الفائدة ان هيدافعوا عن امهم، الفائدة ان الناس مش هتمشي ورا عمر، الفائدة ان بعد ذلك بعد ما يقتلوه بالولاية التكوينية يذهبوا لمبايعة ابيهم، الفائدة هيجعلوا الجميع يبايعوا علي ابن ابي طالب، لكن دينكم دين الضعيف، دين الضعف والذل والهوان، كما رويتم عن ابي جعفر يا معلى انتم على دين من كتمه الله ومن اذاعه اذله الله، فجعلتم دينكم ضعيف وهوان ودين ذل وضعف، ائمة مساكين مش عارفين يتحكموا في يفعلوا اي شيء، مكسورين مغتصب منهم الخلافه وبيضربوا، ومن امام الى يموت مقتول او مسموم، وبيستخدموا التقيه ويكتموا الدين، اي دين هذا يا عم؟ شكرا يا محمد، روح يا محمد، روح يا حبيبي، ربنا يشرح صدرك الحق، شكرا لك. آه يا شيخ حبيبي قلبي، شكرا حبيب قلبك ايه بس، الله يهديك يا رب، حبيب قلبك ايه؟ بالله عليك انا عارف انك بتتكلم بس مش مصدق، بتتكلم بس مش مقتنع بهذا الباطل وهذا الضلال، تقول انا ازاي هوافق بهذا الكلام؟ هذا كلام لا يقبله شخص عاقل. انتوا ده اللي بتدرسوه في الحوزه، بلا قصر دلع بلا بطيخ بلا بتنجان موالي بلا وجع قلب يا محمد. يا محمد سيبك من هذه العقائد، والله كلها عقائد واهية باطلة مخالفة للقرآن الكريم. كان معكم المعمم من الحوزة محمد. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.